ازيكم يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده هنا في ستيفلر رياكشن على هوم سينما. رجعنا بفيديو جديد وحلقه جديده، والتريلر اللي احنا هنعمله رياكشن النهارده هو التريلر الثاني للفيلم المنتظر بالنسبه لي السنه دي، وربنا يستر يعني، وهو الجزء الثاني بفيلم جوكر فولي ادو. احنا كنا عاملينه قبل كده على فكره تريلر رياكشن، التريلر الاولاني ده تريلر 2 غالبا، موست بروبلي ده هيكون الاوفيشال تريلر الثاني، وده هيكون تقريبا اخر اوفيشال تريلر على ما اعتقد. هينزل فيلم، هينزل المفروض ان هو في 10 اكتوبر او 4 اكتوبر هينزل. لما جيت عملت له تريلر رياكشن اول مره كاوفيشال تريلر اديته نسبه ترقب 9 من 10، كانت من احلى الحاجات اللي كانت موجوده في التريلر بصراحه. كان السينماتوجرافي بتاع الاعلان نفسه او بتاع التريلر نفسه، يعني حاسس ان الفيلم هيبقى جامد فشخ في موضوع التركيز على السينماتوجرافي والدايركتنج والحاجات دي كده. كبرفورمانس بقى مش عارف هل هيكون على نفس التوقع بتاع الجزء الاولاني ولا لا. عامه هو الفيلم من كتابه تود فيليبس ومن اخراج برضو تود فيليبس، ومعانا طبعا في الكاست البطوله خواكين فيليكس في دور ارثور فلاك اللي هو جوكر، وعندنا المره دي في الجزء الثاني ليدي جاجا في دور هارلي كوين. التريلر ده نزل تقريبا من 3 ايام على ما اعتقد او من 4 ايام، انا لحد دلوقتي حرفيا ما اتفرجتش على التريلر، ودي من الحاجات اللي انا يعني كنت متوقع ان انا هتفرج عليها على طول، لان انا بصراحه يعني ام ريلي لوكينج فورورد ان انا اتفرج على التريلر بتاع جوكر، فقلت مش عايز اتفرج عليه وما اعملش نفس الخطا اللي انا عملته. لان في فيلم ديدبول وولفرين نزل فاينل تريلر قبل ما اخش الفيلم بتاع ديدبول وولفرين، كنت عايز الحق اعمله تريلر رياكشن وما لحقتش، فاتفرجت على التريلر وخلاص ما عملتوش تريلر رياكشن. ده بقى انا قلت ده هسيبه ومش هتفرج عليه، وكنت عايز انزل الحلقه دي امبارح، بس امبارح اتفرجنا على ديدبول وولفرين واتفرجنا على اكس مراتي، الفيلمين كان في نفس اليوم، عشان كده المراجعتين نزلت ورا بعض. فالتريلر ده هيكون ان شاء الله باذن الله، او التريلر رياكشن ده هيكون الحلقه اللي على طول بعديهم ان شاء الله. طبعا كالعاده ما تشوفش التريلر ولا مره، اشوفه معاكم دلوقتي لاول مره، جوكر فولي ادو تريلر 2، يلا بينا. 2 years ago the name Arthur Fleck hit Gotham like a hurricane. Well, he's not. I didn't feel so alone anymore. How about you, Arthur? Do you still think you're a star? You can do anything you want. Look around! Look at all these people! I got the sneaking suspicion that we're not giving the people what they want. Ready for the judgment day. Wow. Wow. أنا مبهور. أنا مبهور من التريلر، أنا بجد مبهور من التريلر. التريلر رهيب، يعني احنا ممكن نقدر نقول من دلوقتي يعني الأوسكار الثانية تطبخ على نار هادئة، يعني سواء لخواكين فينيكس وسواء لليدي جاجا. لا أنا أكتر حاجة شدتني في التريلر ده، يعني لو هنتكلم على مشاهد أو هنتكلم على سينز، يعني أكتر حاجة شدتني في المشهد اللي موجود في التريلر الحتة بتاعة المحكمة اللي هو بيتحكم فيها، الترايل اللي هو كان موجود فيه. انا حاسس ان المشهد ده هيكون السوكسي بتاع الفيلم كله، زي بالظبط المشهد اللي كان جوكر مع روبرت دينيرو في الجزء الاولاني لما كان بيتكلم معاه في الاستوديو في الاخر قتله يعني. فانا حاسس ان المشهد ده هيكون السوكسي بتاع الفيلم. يعني انا كده كده بالنسبه لترقبي للفيلم 9 من 10 برضو زي ما هي، يعني زي التريلر الاولاني، مش اقل من كده او اكتر من كده. انا يعني انا برضو ستيل عند نفس كلامي، انا اكتر حاجه برضو شدتني في التريلر الاخراج والسينماتوجرافي بتاع الفيلم ده، شكله هيبقى بجد حقيقي، هيبقى شكله في حته تانية. الفيلم ده يعني لو هيمشي على نفس النمط بتاع الجزء الاولاني، الفيلم ده يعني مش هيترشح مش اقل من 10 اوسكار برضو.
ده انا شايف كده من وجهة نظري يعني. يعني مش هترشح مش اقل من 10 اوسكار، سواء لادي جاجا، سواء خواكين فينيكس، اخراج، سينماتوجرافي، فيجوال افكتس، ممكن مثلا كمان اوريجينال ساوند تراك او اللي هو الاوريجينال سكور، ممكن كمان اوريجينال سونج طبعا لادي جاجا طبعا اكيد هتغني، فممكن اغنيتها كمان تترشح. فالفيلم ده ممكن بالمية تترشح له مثلا من 8 ل 10 اوسكار، انا متاكد 100%. وبصراحه انا شايف من وجهه نظري ان على قد ما بونج جون هو في باراسايت السنه في 2019 لما اخذ احسن مخرج، انا شايف ان تود فيليبس بصراحه اتظلم، رغم ان كان نفسي سام مانداز يكسب في 1917، بس حاسس ان تود فيليبس دي هتكون ممكن تكون سنته على فكره ان هو ياخدها السنه دي كاحسن مخرج على الاقل بس سينماتوجرافي، لان بجد الراجل عمل شغل جامد جدا. التريلر على فكره على قد ما انا انبهرت وعلى قد ما هو عجبني، بس ما اعرفش ليه حسيت ان التريلر اللي كان قبل ده كان احلى منه. يعني انا عجبني التريلر ده، ما قلتش ان هو وحش، بس مش عارف ليه اللي حسيته من التريلر ده او اللي صدر لي من التريلر ده، حسيت ان لادي جاجا هتكون هي محور الفيلم كله وجوكر هيبقى حاجه اسايد. يعني حاسس ان لادي جاجا هتكون البطله بتاعت الفيلم ده وجوكر هيكون هو الشخصيه مش المين كاركتر زي الجزء الاولاني. يعني ده احساسي، حاسس ان التركيز اكتر او الفوكس اكتر في الفيلم ده او في الجزء ده حاسس ان هو هيروح اكتر للادي جاجا يعني كهارلي كوين. ودي برضو من الحاجات اللي مخوفاني، وموضوع الميوزيكال ده برضو لسه لحد دلوقتي مش قادر افهم هم هيلعبوها ازاي او هيعملوها ازاي. انا ما عنديش مشكله ان هو يبقى يعني الى حد ما يبقى ميوزيكال، بس انا رغم ان انا كنت رافض موضوع ان هو يبقى ميوزيكال اصلا، بس يعني لو الجزء ده هيبقى ميوزيكال اتمنى ان هو مش كل 3 4 دقايق يرموا لنا اغنيه يعني، فلان كده هيبقى بصراحه يعني مش داخل اتفرج على لا لا لاند، يعني داخل اتفرج على جوكر. يعني هل الفيلم ده هيكون احلى من الجزء الاولاني؟ ده بقى دي علامه الاستفهام دي، انا حاجه انا ما اقدرش اقررها من دلوقتي، لان الناس اللي عارفيني كويس انا ساعات لما بقول حاجه من التريلر او بقول حاجه من التريلر او بقول حاجه مثلا من البوستر بتاع الفيلم بتطلع صح بنسبه 90%. لاول مره اتفرج على تريلر بصراحه ما بقاش عارف ابدي رايي في موضوع ان الجزء ده هل هيبقى احلى من الاولاني ولا الاولاني احلى منه. يعني انا يعني ما اقدرش اقول ان التريلر وحش سواء ده ولا اللي قبليه، بس اللي قبليه انا حسيت ان هو احلى منه. لو هنتكلم كتريلر وايز التو تريلرز، التريلرز بتوع الجزء الاولاني كانوا احلى من دول بصراحه. يعني انا حسيت يعني لحد النهارده بتفرج على تريلرز بتوع الجزء الاولاني، الجزء ده التريلر اللي كان قبل ده كان بصراحه احلى، ما اعرفش ليه. يعني يمكن عشان برضو العامل بتاع الميوزك اللي كان موجود في التريلر كان اقوى بكتير يعني. فاتمنى بصراحه ان الفيلم ده يعني ما يدمرش الجزء الاولاني اللي احنا كلنا حبيناه، لان بصراحه يعني الواحد هيتضايق جدا. والفيلم ده يعني زي ما كنت بقول كفيجوال افكتس فيجوالي وكدايركتنج، الفيلم ده بصراحه لازم الواحد يتفرج عليه اي ماكس. يعني انا بفكر بصراحه اخد التجربه بتاعه الاي ماكس واروح على محافظه القاهره واتجه الى محافظه القاهره واتفرج عليه اي ماكس بصراحه، ان بصراحه يعني حاسس ان هو يعني if it's worth it، ان هو لان الفيلم كمان متصور اي ماكس كاميرا وده انا اي ماكس كاميرا، فبصراحه يعني حاسس ان هو هتبقى حاجه وحشه قوي لو الواحد ما اتفرجش عليه اي ماكس. يعني زي ما قلت نسبه ترقبي 9/10. عجبني برضو فكره ان براندن جليسون برضو موجود معانا في الفيلم، حاسس انه ده هيطلع منه اداء كويس. اتمنى بصراحه يعني ما يخيبش ظني، لان ده يعتبر من اكتر الافلام الواحد مترقبها السنه دي، كان هو وديدبول وولفرين. خلاص ديدبول وولفرين اتفرجنا عليه وعملنا له مراجعه واتبسطنا منه وكل حاجه، جاء وقت جوكر. يعني المفروض السنه دي يعني ده ممكن يكون واحد من اهم الافلام، ممكن يبقى واحد من اهم الافلام، ممكن يكون اهم فيلم. انا مش شايف في اي حاجه جايه على دماغي دلوقتي ان هو ممكن يكون في فيلم تاني اهم من جوكر يعني. بس انا اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، ان شاء الله اشوفكم فيديوهات تانية قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب لايك وشير لو الحلقه عجبتكم، وتنسوش برضه تعملوا سبسكرايب للشانل التاني اسمها هوم الون وتيك تو، هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن. ولو حابين تعملوا فولو لايك على فيسبوك وتيك توك وانستغرام برضه هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن. وباي باي.